الآن ننتقل إلى قائمة الإنسيرت. بعد ما أكملنا قائمة الهوم فالآن مباشرة ننتقل إلى قائمة الإنسيرت، واللي تعتبر هي قائمة جدا مهمة. ففي البداية خلينا نتعرف على التيبلز، أنه كيف تدرج تيبلز. الآن أنت الآن لاحظ في الشيت الخاص فيك، هو صح مقسم على شكل أعمدة وصفوف، ولكن هو ما يمثل لك تيبلز معين. فأنت تريد تنشئ مجموعة من التيبلات، تيبل خاص في كذا، تيبل خاص في كذا. فأنت راح تحدد المنطقة اللي أنت راح تنشئ عليها التيبل. نعتبر أن هذه المنطقة الآن هي عدد الصفوف محدد، وعدد الأعمدة أيضا محدد. فتحدد هذا تحددها بهذه الصورة، ثم تتجه إلى التيبل. أوكي، فراح هو يعطيك التحديد where is the data for your table. فنقول له أوكي، فالآن هو أدرج لك هذا التيبل، وراح يفتح لك التيبل ستايلز. تقدر تغير الستايلز الخاص بالتيبل الخاص بك، وأيضا الستايل أوبشن تقدر تغير في الإعدادات حتى يغير لك في التصميم التيبل ستايلز وفي خيارات أخرى. الآن هذا التيبل، الآن هذه المنطقة هي أصبحت عن جدول، فأنت تقدر تغير الكولومات الخاصة فيك إلى مثلا درجة، إلى أي عنوان أنت خاص فيك. فهذا هو الآن يعتبر تيبل. لو أردت أنه تدرج تيبل معين فوق هذا التيبل، ما راح يسمح لك الأكسل طبيعة الحال. الآن ننتقل إلى المفهوم الآخر في التيبلز. الآن لاحظ في الانسيرت عندك أكو شيء يسمونه ريكومندد بيفوت تيبلز، وعندنا بيفوت تيبلز. خلينا نتعرف في البداية على البيفوت تيبلز. إيش معنى بيفوت تيبلز؟ الآن لو أردت أنه ترتب تحصل سمري، يعني ملخص لهذه الأمور اللي إحنا حصلناها، مثلا في الاسم الطالب، اسم الطالب والدرجة والنتيجة والتقدير. الآن تلاحظ أنه هو شيء ما تكون معقد نوعا ما. مثلا عندك فد بيانات جدا عملاقة big data، وأردت أنه ترتبها تحصل على السمري الخاص فيها على شكل شارتات. أوكي، على شكل summary انت راح تحصله. فهذا البيفوت تيبلز انه يمكنك انه تحصل على السمري الخاص في التيبل الخاص بك. فطريقة الاستخدام، الان لاحظ نحدد هذا التيبلز الخاص فينا، نذهب الى البيفوت تيبل نقول له اوكي، راح تظهر لنا هذه القائمة. الان لاحظ في select table or range راح يطلب من عندك التيبل اللي احنا محددينه، احنا حددناه سابقا. هنا يقول لك هنا use the external data source، يعني إذا كان عندك external data source الآن إحنا محددينه، فماكو داعي إنه نفعل هذا الخيار. فهنا يقول لك هذا ال summary pivot tables وين تريد مكانه، يعني موقع location الخاص فيه. تريده إنه أضع لك في new worksheet، يعني أفتح لك worksheet جديدة وأضع لك إياه بصورة مباشرة، أو تريده في existing worksheet. طبيعة الحال أنا أريده في الـ New Worksheet، فنقول له أوكي. الآن راح يفتح لنا New Worksheet، فتح لك هذه الصفحة. الآن لاحظ Pivot Tables Fields، يقول لك هنا Choose the Fields to Add the Report. أنا أصنع Summary خاص في هذا الجدول. الآن لما تأشر على اسم الطالب، الآن هو صنع لك جدول Summary خاص في اسم الطالب. أشر على الدرجة، أعطاك الدرجات. النتيجة، أعطاك النتيجة. كل مثلا أحمد أعطاك النتيجة ناجح. لما تأشر على التقدير، الآن أحمد هو ناجح وجيد. الآن لاحظ الترتيب، عملية إعادة الترتيب، وهذا يسمونه summary pivot tables. الآن سبيل المثال إنه هذا اللي أنت عملت pivot chart pivot tables، إذا أعمل بصورة مباشرة pivot chart، إذا حصل على chart معين يوضح لي هذا summary، فأقول له pivot chart بصورة مباشرة. اوكي، راح يعطيك ايش؟ راح يعطيك هذا الشارت اللي هو يبين لك البيانات، ترتيب البيانات، وان شاء الله راح نتعرف عليه. خلينا نحذف هذه الشيت، نقول له ديليت. اوكي، نرجع مره ثانيه للانسيرت. الان تعرفنا على البيفوت تيبل. الريكومندد بيفوت تيبلز هو نفس عمل البيفوت تيبلز، لكن له فد امور معينه، يعني في ستايلات معينه لهذه العمليه، لهذه السمري، فإنه تختار هذا أو تختار هذا. فهي أمور خاصة في السمري إذا كان عندك big data. فمثلا تختار هذا النوع من السمري، نقول له أوكي.
فنفس الطريقة السابقة راح يفتح لك إياها بهذه الصورة. أيضا راح يتحصل على السمري الخاص في هذا التيبل. نحذف الشيت، نرجع إلى التيبل الخاص بنا. إذا عندنا في عملية إدراج التيبل، وعندنا البيبل تيبل، وعندنا الريكومندد تيبلز. وفائدة من الاثنين انه تحصل على السمري الخاص، الملخص الخاص في التيبلز الخاص فيك.